بقول لك شيء وايد مهم وايد مهم لك عن الببي. شنو الببي؟ تكرمون التبول. ركز، انا انحصر، انت تنحصر، انت تنحصرين، ساعات الاشخاص ممكن انت واحد فيهم. شنو تقول الحين انت حصران؟ ها لا، لما اوصل البيت او لما اوصل المجمع خل اتحمل شوي. هذا الشيء اكبر غلط قاعد تسوي. خل اقول لك شنو خطورته. شوف، انت لما تنحصر المثانه يصير فيها سوائل، تي رساله عند وين؟ عند المخ. الو السلام عليكم مخ، ترى احنا امتلينا، حضرتك روح فض، انت كشت مره مرتين ثلاث. الرسائل هذا راح تضعف، راح تلاقي نفسك انت حسران وما تدري، ما فيك شعور تكرم التبول والخزان عندك ممتلئ. شنو الاضرار اللي راح تصير؟ هذا اللي بيك تعرفه. رقم واحد، الحين شفت المثانه، انت كبرت العضله اكثر، اللنسجه وسعتهم اكثر، مع المستقبل بعدين ليت تفضي ما راح تفضي بالكامل، توك خلصت بتقوم تحس كنا فيك كم قطره، كأنك حسران وانت مفضي. ليش؟ لان انت العضلة هذه انت خربتها، خربت على الرسالة العصبية. رقم واحد. رقم اثنين، هذا الموضوع مهم، قد يحوشك التهاب بالمسالك البولية. الله سبحانه وتعالى مخلي لك المثانة عساس تعبي تروح تفضي، انت ما فضيت. السوائل اللي داخل بالمسالك البولية يمكن فيها جراثيم، الجراثيم هذه لازم تطلع، انت مخليها، بعدين تقوم الجراثيم هذه وين تلتصق؟ بجدار المسالك البولية، بعدها يصير عندك التهاب وتدش بمشاكل ثانيه. الله يخليك، من تحس انه خلاص فولت روح، حتى لو بالسياره اصفط في مطاعم وايد، انزل خلص امورك وامش. انتبه لا تحبس اكثر من اللازم. واذا واصله فيك مرحله فيك التهابات المسالك البوليه، من افضل مكملات اسمه ديمانوز. هذا شنو يصير؟ هذا يشيل لك نوع البكتيريا اللي لاصق بجدار الامعاء. انتبه، ترى الموضوع ما في غشمره، وانا قلت لك.